مساء الخير. النهاردة عايزين نعمل لعبة بسيطة للأطفال من سن 2 لـ3 سنوات، نعلمهم فيها عن الأرقام من 1 إلى 10. اللعبة معمولة من خامات البيئة زي ما انتوا شايفين كده، كرتونة ومجموعة من رول المطبخ الملون بنلونه، ونحط الأرقام وبلية دي من الفوم، أفضل إنها تكون بلية اللي هي الثقيلة عشان تساعد على الدحرجة. والطفل بيمسك العلبة وبيبدأ يميلها، يمرر الكرة من الأعداد بالترتيب من 1 إلى 10. طبعا انت تقدري تعملي نفس الفكرة دي بس الأعداد لحد 5، وبعدين لحد 6، وبعدين لـ7، 8، لحد ما يكتسب الأرقام. اللعبة دي ميزتها أولا هي بتساعد على التمييز البصري، بتخلي فيه تناسق ما بين العين واليد، عملية الإمالة والدحرجة، التصويب، مهارات كتيرة، بتعرفوا الأرقام، بتعرفوا ترتيبها، مكان كل رقم قبل التاني ولا بعده، ودي كلها مهارات هتساعده بعد كده لما بيجي ياخد عمليات حسابية بسيطة أو ما إلى ذلك في الروضة أو في المستوى الأول والتاني والتالت في الروضة. نشوف التصنيع، ولكن قبل التصنيع أتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة لتستمر. معكم وبكم. اللعبة دي مش محتاجة اكتر من كرتونة والرول بتاعت المطبخ بتاعت المناديل وشوية الوان وفرشة وصمغ. اول حاجة هعملها همسك الرول دي الونها بالفرشة واسيبها تنشف، بعد كده اقطعها الى دوائر صغيرة. تاني حاجة هتعمليها هتجيبي ارقام، الارقام بتاعتك من 1 لـ10، وابدأي الصقيها على العلب بتاعتك. ده الرقم 7. طبعا عايزة تعملي الارقام زي ما انا عاملاها كده، اللي هي الارقام العربية الصحيحة انت حرة، عايزة تعملي الارقام الهندية اللي هي اللي بتقولي عليها العربية برضو انت حرة. تسقي الارقام. لصقنا كل الارقام. طبعا لو ما عندكيش طبعه ومش هتطبعي او مش هتقدري تطبعي، ارسمي بالقلم، يعني انا رسمت الرقم ده بالقلم. بعد كده هاتي مسدس الشمع والصقي الحاجات دي عشوائي، ما تلصقيهاش، يعني مثلا هنعمل 3 هنا، 2، 3. انتهت اللعبة بتاعتي، عملتها خلاص، لصقت كل رقم في مكان بشكل عشوائي. هجيب كرة، الكرة دي افضل انها تكون بلي لان عشان تكون ثقيلة شوية، وهحطها وهبدأ اقول للطفل ايه، عايزك تمرر لي الكرة دي بالترتيب 1، 2، 3، 4، 5، يعني تطلع من الرقم 1 تدخل في الرقم 2، بعدها تروح للرقم 3، بعدين امشي بقى لحد ما تروح، الطريق من هنا مسدود، تشوف حتة تانية، روح ادخل من رقم 4، 5، وهنا الهدف اشوف الطفل عارف الارقام من 1 إلى 10 ولا لا. 6، 7، 8، وهكذا. دي اللعبة بتاع، طبعا تقدري تقللي العدد ده، تخلي تبدأي بـ5، من 1 لـ5، وبعدين لـ6، وبعدين لـ7، لـ8، وهكذا لحد ما يكمل، وتشوف الطفل هيقدر يعمل الإمالة ويمرر الأرقام ولا لا.
خلصت اللعبة بتاعتنا، بسيطة وسهلة، خامتها متوفرة في كل بيت، كرتونة ومجموعة من رول المطبخ، كل أم في البيت وكل أخت وكل معلمة تقدر تصنعها وتديها للأطفال، هيلعبوا هيتبسطوا هيتعلموا عن الأرقام وترتيب الأرقام. إذا عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.